بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة عن قصة شاب. الشاب ده اسمه عبدالله. عبدالله كان في رحلة هو وعيلته في مدينة ساحلية، قاعدين على البحر في اسكندرية، قاعدين بيأكلوا بيتغدوا مع بعض وبيلعبوا. عبدالله نزل المية في حتة في بعض مناطق في اسكندرية زي العجمي وكده بيبقى فيها دوامات، فعبدالله كان عنده 16 سنة ويبدو انه هو معرفش يتعامل مع الدوامات او ما بيعومش كويس، بدأ يتاخد، بدأ يصرخ، بدأ شكله حيموت. في راجل واقف على البحر، معرفش اذا كان بحار ولا مين، الراجل سمع صوت الصريخ، نط في المية بسرعة، عام خده، شده، انقذه، طلعه على الشط، والولد بين الحياة والموت. الحمد لله الولد ما ماتش، الولد نجا، والراجل اللي أنقذه، البحار اللي أنقذه، بينهج وتعب فعلا، وكلهم بيشكروه. وهم بيشكروه طلع ان البحار ده راجل حكيم قوي، طلع راجل مش عادي. قال حتة جملة، بص لعبدالله وقال له: أتمنى ان حياتك كانت تستحق فعلا ان ننقذها. لا اسمع الجملة تاني، جملة عادية مش كده؟ لا مش عادية. أتمنى أن حياتك كانت تستحق فعلا أن ننقذها. هو مش بيشتمه، هو بيسأل سؤال. وخلينا نسألكوا نفس السؤال، يا ترى لو أنت مكان عبد الله، أنت شايف أن حياتك تستحق، بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه مفيد في الحياة؟ أنا هسألك شوية أسئلة. لو أنت مكان عبد الله، فعلا حياتك تستحق أنها تنقذ؟ أنت حاسس أنك ليك قيمة تخليك تخاف على نفسك وتخلي الناس اللي حواليك يخافوا انك تروح منهم؟ انت بتعمل حاجة مفيدة؟ انت في هدف عايش عشانه في الدنيا، خايف على نفسك انك تموت قبل ما تحققه؟ طب صدقوا يا جماعة ان انا شخصيا عندي الحكاية دي، بقول يا رب بس طول في عمري شوية لغاية ما حقق الهدف ان انا بس اشارك في نهضة بلادنا ونهضة الامة. انت عندك هدف بتقول يا رب افضل انت حياتك مهمة؟ انت فعلا حياتك تستحق ان كلنا نجري وننقذها؟ فهمتوا الكلمة اللي قالها البحار لعبد الله؟ حط نفسك مكان عبد الله وتخيل انك كنت هتروح من الدنيا دي. لا لسه ما روحش، انا عندي حاجة كبيرة لازم اعملها، انا بعمل حاجة كبيرة. لا عادي، انا ما بعملش حاجة خالص. بتروح ولا ما تروحش؟ في جملة جميلة قوي بتقول: اذا لم تزد في الحياة شيئا كنت انت زائدا على الحياة. الله، جامدة قوي دي، قالها مصطفى صادق الرفعي، اديب مصري عظيم. اسمعها كده تاني: إذا لم تزد في الحياة شيئا كنت أنت زائدا على الحياة. يا ترى أنت زيادة على الدنيا مالكش لازمة، ولا أنت فعلا بتزود الدنيا خير وعلم وإصلاح واختراعات وسعادة وإكرام للي حواليك؟ يا ترى أنت مفيد في الدنيا دي، ولا الدنيا مالكش حاجة بتعملها فيها؟ الله يخليك، ضيف للدنيا عشان يبقى لك قيمة، ساعتها فعلا بسمة أمل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.